وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أهدب الأشفار قد منح الزجج حاجبا مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعد حديداب حسن العرنين أقناه بعيد ما بين المنكبين سبط الكفين ضخم الكراديس قليل لحم العقب كث اللحية عظيم الرأس شعره صلى الله عليه وسلم إلى الشحمة الأذنية وبين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة قد عمه النور وعلا وعرقه صلى الله عليه وسلم كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية ويتكفأ في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقاه وكان صلى الله عليه وسلم يصافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين الصبية ويدراه يتلألأ وجهه الشريف يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.